سيد شوقي، ما أهمية هذا الطرح العالمي لقطر للبترول على صعيد السندات والذي يعد الأكبر من نوعه في قطاع النفط والغاز العالمي، أيضا دوره في دعم التوسع المتوقع لقطر للبترول لعملياتها خلال السنوات المقبلة؟ إيمان، بداية فيما يتعلق بالتوسعة، قطر للبترول تستطيع أن تمول مشاريعها، وقد ذكرت ذلك يعني مرارا وتكرارا في تصريحات لوزير الدولة لشؤون الطاقة. ولكن قطر للبترول مثلها وأي شركة عالمية عملاقة تريد أن تستفيد حاليا من التمويل الرخيص وانخفاض سعر الفائدة في السوق العالمي، بالتالي طرحت هذه الشرائح المتنوعة من السندات ووجدت إقبال كبير جدا بسبب الملاءة والكفاءة المالية لشركة قطر للبترول مقارنة ببقية شركات النفط العملاقة، علما بأن الشركات العالمية في الوقت الراهن تعاني من ضعف التمويل ومن تراجع مؤسسات التمويل تجاه شركات الطاقة، وتعاني أيضا ضغوط من المساهمين لزيادة العائدات والحفاظ على التوزيعات النقدية. بالمقابل، قطر للبترول أعلنت خلال الفترة الماضية المضي في خططها التوسعية، مدفوعة بجدارة ائتمانية وتصنيف قوي، وأيضا بتكلفة إنتاج، وتملك قطر البترول سلسلة الإنتاج المتكاملة، بمعنى أنها هي تنتج الغاز وهي أيضا لديها أكبر أسطول عالمي لنقل الغاز، ينقل من مناطق الإنتاج إلى الدول المستوردة، وأيضا لديها سعات تخزينية في محطات استقبال وشراكات في مشاريع استثمارية لمحطات استقبال حول العالم. هذه السلسلة المتكاملة تجعل من قطر للبترول في موقف مالي قوي يجذب إليها كبار شركات الطاقة العالمية التي تسعى للدخول في شركات ناجحة بعد عامين من التراجع وبعض نقص في التمويل وبعض إلقاء أو تأجيل عدد من المشاريع خلال الفترة المقبلة. نعم. هذا التمويل مهم جدا لقطر البترول في مشاريعها التوسعية، وأتوقع أن الإقبال الكبير لمؤسسات التمويل الدولية بسبب الجدارة المالية لشركة قطر البترول. وضحت سيد شوقي.